60% من أطباء أسنان العيادات الخاصة غير مؤهلين، وأيضا في أهل هذا المساء وزارة الثقافة والإعلام تدرس تنظيم مواقع التواصل الاجتماعية. وأسعار النفط بعد أن ارتفعت بدولارين بداية الأسبوع تضارب في التوقعات بين أن تتعافى أو أن يستمر الهبوط، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهل كما عودناكم. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بما يتعلق بتصريح كان في صحيفة الاقتصادية لرئيس لجنة ترخيص زراعة الأسنان في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتورة أروى السيد. ذكرت أن الهيئة شرعت في منع ممارسة زراعة الأسنان في القطاع الخاص لغير الحاصلين على ترخيص من الهيئة، متهمة أن 60% من الأطباء العاملين في المراكز والمستشفيات غير متخصصين في هذا المجال. وهذا يفتح يعني التصريح ربما موضوع كفاءة من يعمل في مجال طب الأسنان في القطاع الخاص بشكل كبير ومدى أهليتهم. وحول هذا الموضوع خلونا نستضيف صاحبة هذا التصريح الدكتورة أروى علي السيد، رئيس لجنة تراخيص زراعة الأسنان في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبيلتحق معنا إن شاء الله هاتفيا الدكتور ظافر الشهري طبيب أسنان. حياك الله يا دكتورة. حياكم. يا هلا دكتور. خليني أبدأ مع هذا التصريح. أنا أشوفه تصريح خطير، يعني إذا كان 60% يعني من الأطباء العاملين في المراكز والمستشفيات الخاصة غير متخصصين في هذا المجال، أنا بسأل وين دور الهيئة في هذا الموضوع؟ أولا أشكركم لاستضافتي. دعني أتكلم بما يخص زراعة الأسنان ثم ننتقل إلى التخصصات الأخرى. بحكم خبرتي في زراعة الأسنان، بحكم عملي كرئيسة قسم زراعة الأسنان في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، رئيسة برنامج الزمالة السعودية لزراعة الأسنان، فأنا على اطلاع بما يجري في القطاعات الحكومية كما هو في القطاعات الخاصة. يأتي إلى عيادتي كثير من المرضى يشتكون من الأخطاء الطبية في زراعة الأسنان. طبعا بحكم قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية فيلجأ المريض إلى القطاعات الخاصة. القطاعات الخاصة، وأنا لا ألومهم في ذلك، فنحن كسعوديين لم نلبي حاجة القطاعات الخاصة في كل التخصصات، فأنا أعترف بذلك، لم نبلغ إلى مرحلة تلبية كل الاحتياجات، فنحن نحتاج إلى أطباء من غير السعوديين لتغطية الحاجة، حاجة المريض لكل التخصصات ليس زراعة الأسنان. ولكن من الأخطاء التي أراها على المرضى ويأتوا لعيادتي لإصلاحها أخطاء فادحة، بعضها يمكن إصلاحها وبعضها لا يمكن إصلاحها. في المقابل فما الذي أقوم به؟ أكتب المشكلة، أرفع بها الهيئة السعودية، والهيئة السعودية ترفع بها إلى وزارة الصحة، ويتم معاقبة المريض، معاقبة المركز، الطبيب عفوا، معاقبة المركز، وهكذا. زادت، بدأنا كل شهر تقريبا أرى أخطاء فادحة في زراعة الأسنان، مبالغ فادحة يدفعها المريض، تعدت درجة أن المريض يبلغ أن هذا النظام الذي وضع له هو نظام عالمي سويسري، مبالغ فادحة، ونكتشف أنه نظام كوري صيني هندي. هذا اللي في الأسواق، هذا اللي موجود في الوقت. ليس كل المراكز، لا أتهم جميع المراكز، ولكن بعضها المريض يدفع مبالغ بالألوفات، تتكلم عن 10 20 40 50 ألف علاج، والنظام الذي وضع له لا يتعدى 1000 ريال ثمن النظام. طيب هذا يفتح لي سؤال دكتورة، مين المفروض يراقب هالمستشفيات الخاصة اللي قاعدة تتلاعب فيها أطباء غير أكفاء وفيها مبالغة بالأسعار بشكل غير طبيعي؟ يعني احنا نعرف النقطة، وكل واحد يراجع عيادات خاصة للأسنان يعرف الأسعار المبالغ فيها، وانت قاعد تتكلمين تقولين 60% غير مؤهلين، معناتها في اخطاء طبيه قاعده تصير في هالمجال. نعم. بالنسبه لزراعه الاسنان، انا اشكر الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه بقياده الدكتور سليمان العمران اللي قام بمنع
أو بتقرير منع مزاولة زراعة الأسنان من غير تراخيص. المشكلة في زراعة الأسنان أنه أي أحد يأتي ويأخذ دورات تدريبية مدتها يوم يومين شهر شهرين أو دبلوم أو دبلوم ما يسمى الدبلومات، هذه اللي هي عبارة عن محاضرات في الفلبين يروحون يأخذون بعضهم، حتى أنها قائمة في البلدان العربية، محاضرات هي فقط للتثقيف، فيأخذها تأتي الشركات الراعية للأنظمة تعطي المريض النظام بسعر جدا مخفض حتى يستخدمه ويبدأ بتطبيقه على المريض. المريض لا يفقه ما الذي يجري له، هو فقط سن ويرغب في تعويض هذا السن، كيف يمكن تعويضه؟ لا يدري المريض ما الذي يوضع له، ما يدري خبرة الطبيب. زراعة الأسنان ليس هي حشوة تعمل أي أحد طبيب عام يعملها، هي تخصص، هي تخصص من تخصص، هي عبارة عن تخصص دقيق يأتي من جراحة اللثة أو من التركيبات أو من الجراحة العامة، فلا يمكن لطبيب عام أن يمارسها بدقة كالطبيب المتخصص. طيب دكتور ما جبت على سؤالي، مين المسؤول انه يراقب هذول اللي قاعدين يقدمون الخدمه من غير، انت تقولين 60% غير مؤهلين معناته غير مرخص لهم؟ نعم معظم. طيب مين 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 المفروض اللي يراقبهم؟ هم اطباء عاميين يعملون في زراعه الاسنان، هذا ما هو موجود على الساحه، وانا مسؤوله عن كلامي. هناك بعض الاخصاء المتخصصين وحتى لم يصلوا الى الكفاءه اللازمه لزراعه الاسنان، وانا اتكلم قبل أسبوعين أجرينا امتحان لإعطاء تراخيص ممارسة زراعة الأسنان، لم ينجح من المتقدمين 19 متقدم سوى 3، 2 سعوديين وواحد غير سعودي، 3 من 19 متقدمين. طيب يعني إذن فما هي النسبة؟ دكتور خلينا نتكلم بصراحة، موضوع الرقابة على المستشفيات الخاصة اللي تقدم خدمات في طب الأسنان ضعيفة عندنا إلى حد ما. طيب كيف نعالج الوضع؟ إحنا طبعا وزارة الصحة جاهدة، الهيئة السعودية تجتهد في ذلك، لكن لم يصلوا إلى مرحلة المراقبة 100%. هناك أخطاء، هناك تستر من المراكز على العاملين. الطبيب طبيب عام يجري زراعة وجراحة وتقويم وسحب أعصاب، كل التخصصات يجريها الطبيب العام. أنا لا تسألني كيف يحصل، بل هذا الذي يحصل في المراكز، هم غير أخصائيين. يعني ليس في زراعة الأسنان فقط. وش ذنب المريض اللي راجع المستشفيات الخاصة عشان يبعد عن أو يحصل موعد قريب بناء على المواعيد اللي تطول قائمة الانتظار فيها في المستشفيات الحكومية، ويروح مستشفى خاص وفي النهاية يكون ضحية؟ هو أراد يعني العلاج، فإذا الموضوع صار ضحية، يعني صار يعني لي طبيب غير كفو غير مؤهل إنه يعالجه. نعم هذا ما يحصل. وزارة الصحة جاهدة ترسل ناس ليتقصوا عن الشهادات، ليتقصوا عن خبرة هذا الطبيب، ولكن هل يستطيعوا زي ما يقول كنترول أو التحكم أو السيطرة على كل ما يجري في القطاع الخاص؟ أعتقد أنه شيء. طيب أنا بسألك عن المعايير المتبعة في ترخيص أطباء الأسنان عندنا في السعودية. وبكون معك صريح كثير يا دكتورة، وأنت ما شاء الله إن شاء الله صريحة. يعني هل سيطرة أطباء يعني من جنسية محددة، خلينا نقول مثلا إخوان السوريين، مثلا أطباء السوريين في طب الأسنان، قلصت فرص الطبيب السعودي وتواجده؟ يعني أعرف عندنا ما شاء الله جامعاتنا يعني التوسع عندنا في جانب الجامعات، وبدأ الطلاب عندنا يتخرجون من كليات الطب وطب الأسنان، فبالتالي وجودهم ويعني خلينا نقول يعني تميزهم في هالموضوع قلص فرص السعوديين ومتواجدون. خلينا نتكلم بصراحة. مشكلة الطبيب السعودي مشكلتين. أولا تكلفته عالية جدا على المركز، لا يستطيع صاحب المركز أن يغطي راتب الطبيب السعودي، فهو 10 أضعاف الطبيب الغير سعودي. هذه من هذه الناحية، من جهة. من جهة أخرى، هل وصلنا إلى تغطية كل الحاجات؟ كم طبيب سعودي متخصص؟ لا تستطيع. فإحنا حتى لو منعنا الإخوان السوريين أو أي أحد غير سعودي، من سيلبي حاجة المريض في كل التخصصات؟ لم نصل إلى ولا حتى 10، وأنا صرحت فيها، ولا 10-5% من احتياج المريض. من يغطي حاجة المريض؟ القطاع الحكومي قوائم الانتظار تصل إلى 2000 قائمة انتظار مع وجود الطبيب السعودي المتخصص. هذه من ناحية. من ناحية أخرى وهي الكارثة الأخرى، الطبيب السعودي ممنوع أنه يشتغل في القطاع الخاص. من أين تأتي بالطبيب المؤهل اللي الدولة صرفت عليه؟ أنا أتكلم عن نفسي، تخصصات وسفر، غير مصرح لي أن أعمل بالقطاع الخاص، فقط القطاع الحكومي. فكيف يمكن لهذا المريض أن يصل إلي وأنا
في مستشفى مثلا العسكري. طيب لا يستطيع المريض الوصول الى الطبيب السعودي المؤهل. طيب هذه النقطه بكمل معك فيها. خلينا ناخذ معنا احد اطباء سعوديين. معنا الدكتور ظافر الشهري وهو طبيب اسنان. دكتور ظافر، يعني ابي تعليقك على هذه النسبه انه 60% من العاملين في زراعه الاسنان غير مؤهلين، تعليقك على هالنسبه، وهل هذا يفسر ارتفاع نسبه الاخطاء الطبيه عندنا سواء بشكل عام او حتى في طب الاسنان؟ اولا شكرا لك اخوي على اتاحه الفرصه لهذا الموضوع المهم والتطرق لهذا الموضوع، وشكرا للدكتور على الاسهاب اللي ذكرته. في عده اسباب صراحه لما يحدث، والكارثه تعم تقريبا 90 الى 95% من السعوديين. يعني في دراسه اخيره انه 90 الى 95% من السعوديين لديهم تسوسات في الاسنان. فمساله انه كل المجتمع السعودي يوجه او يترك بهذا الشكل شيء مؤسف الحقيقه. اولا ذكرت بعض الاسباب اللي هي قله الاطباء المؤهلين خصوصا في التخصصات الدقيقه مثل التركيبات، التقويم، الزراعه في الاسنان، وقله امكانيات المستشفيات الحكوميه الاستيعابيه قليله جدا جدا، يعني تكاد تكون لا تذكر. غياب الرقابه وغياب شيء اخر وهو اليه الشكوى للمريض. المريض يقع عليه ضرر لا يجد احد يستمع له، لا في وزاره العدل ولا في وزارة الصحة ولا في القطاعات الحكومية كلها، تجده كأنه مظلوم أو سرق أو فيبحث عن مثل الدكتورة أو مثل أي أحد يسعفه فقط يحل المشكلة التي وقع فيها. فأتوقع أنه من ضمن الأسباب بعض التخصصات أو البرامج داخل المملكة بالنسبة لبرامج قبول الأسنان لا تقبل سوى طبيبين او ثلاثه. يعني لماذا لا يتم قبول عدد كبير من الاطباء الاسنان وهم يتخرجون تقريبا 100 في السنه الواحده؟ يتم قبول في البرنامج مثل البورد واحد فقط او اثنين. فاتمنى انه يعني ايجاد اليات للحل مثل هذه المشاكل. جميل. طيب في جزئية ما يتعلق اللي ذكرتها الدكتورة أنه الأطباء السعوديين اللي يعملون في المستشفيات الحكومية يمنعون من أنهم يفتح لهم المجال في القطاع الخاص أو يفتحوا لهم عيادات، أنت مع أو ضد فتح المجال للأطباء أطباء الأسنان السعوديين في المستشفيات الحكومية أنهم يعملون في العيادات الأهلية؟ والله زي ما تشوف يا أخوي، راتب اللي يتقاضاه الطبيب في المستشفى لا يقارن ابدا بدخل المستشفيات الخاصه. فمساله ان الطبيب ياخذ 7 سنوات في الكليه ثم ياخذ 3 الى 5 سنوات تخصص ثم تجبره انه يشتغل في مستشفى واحد ولا يستطيع ان يستفيد حتى من وقته الخاص، يستقطع من وقته الخاص خارج وقت الدوام ليستفيد منه في زياده دخله، هذا اتوقع ان فيه نوع من إجحاف بحق الطبيب السعودي. غير كذا أخوي، في بعض المستشفيات تجارية 100% ولها أكثر من 20 فرع. معقول أن يكون أكثر من 20 إلى 25 فرع باسم واحد في الرياض؟ شلون؟ ويتم 25 فرع أقولها وأنا أعرف المستشفى. إيه لا وضح لي أكثر. لتاجر واحد. تاجر واحد دخل الموضوع كتجارة في طب الأسنان وفتح له عيادات. ويؤجر عيادات الأسنان على الأجانب. ويطلب منهم مبلغ معين. يعني دكتور هذا موضوع مهم. يعني انت تقول انه فيه تاجر ما له علاقه طبعا في المجال يفتح له عيادات ويأجرها على اطباء سعوديين ولا مقيمين؟ ما لا يستطيع سعودي ان ياخذها، لانك ستاخذ وقتك كامل، ستظلم ذمتك في الموضوع علشان تصل الى الارباح التي يتطلبها منك. يعني شو هو 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 يجهز العيادات ويقول اعطيكم اجازه وانتم شغلوها واعطوني شهريا مثلا مبلغ وقدره. اي نعم، نفس نظام المحلات التجاريه. هذه صارت تجاره ذي عيني عينك بهالشكل. ابدا ولا يتحمل اي، يعني نحن نتعلمنا في طب الاسنان انه قد يحدث مضاعفات طبيعيه. هو لا يتحملها التاجر. يعني اذا وزاره العمل حاربت مثل هالموضوع وتتكلم عن التوطين، تتكلم عن كثير من الامور، هذا في طب الاسنان موجود هالموضوع متاجره عيني عينك وسيطره لعماله وافده ويمكن من جنسيه عربيه واحده على قطاع طب الاسنان من خلال تجار يفتحوا لهم عيادات ويأجرونها عليهم، صح ولا لا؟ نعم نعم.
وبأسعار زهيدة جدا بالنسبة للتكلفة، تكلفة المواد وتكلفة العيادات من أسوأ أنواع السوق يعني. يعني السوق العالمي في أنواع قصة يعني في هذا الوقت فيها. طيب بخلي بفتح لك مجال، في شيء ثاني دكتور ظافر عندك ودك توصله أو توضحه؟ والله أنا بس عندي اقتراحين. مسألة أنه وجود آلية للشكوى، يعني أهم طرق المراقبة أن يكون المريض هو المراقب، عندما يتضرر المريض يتجه لمن؟ المريض مغلوب على أمره للأسف، يعني هذه الحل المشكلة. الحل الآخر هو زيادة عدد القبول في البرامج السعودية للسعوديين وفتح المجال لهم أيضا. جميل، شكرا لك دكتور ظافر القرني طبيب الأسنان. دكتور تعليقك على اللي ذكر الدكتور. أشكر أخي الدكتور ظافر، هو طبعا كلامه 100% صحيح وهذا اللي نعاني. بعض جتني حالة من مريضة أجري لها عملية زراعة بشكل جدا سيء جدا سيء، والمريضة يعني أنت تقريبا شلل كامل في العصب الخامس. فعندما كتبنا الشكوى قمت بالاتصال بالطبيب، فقلت له يعني ما تخاف الله في هذه المريضة. فقال لي بالحرف الواحد: ماذا تريدين أن أعمل إذا رئيس المركز طلب مني أن دخلي شهريا 100,000 ريال وإلا سوف يقوم بتسفيري؟ وأرخص وأسرع وسيلة للحصول هو زراعة الأسنان، فهي المريض يدفع من 5 إلى 10 إلى بعض الأحيان 15,000 ريال ولا تكلفنا شيء. والمواد رخيصة اللي يستخدمونها بعضها دكتورة. رخيص وبعضها، زراعة الأسنان هي كالسيارة، كالسيارة قطع غير أصلي ومستعمل، بعضها تقليل. ممتاز جدا الأنظمة تصل إلى 10,000 14,000، بعضها 500 ريال. كيف يعرف المريض ما الذي وضع في فمه؟ لا يعرف. يقول له هذا نظام عالمي، هو صيني كوري من أسوأ الأنظمة. طيب دكتورة أنت تأيدين دكتور في اللي ذكره، تجار يدخلون ويجهزون عيادات ويأجرونها على أطباء يعني من وافدين بأسعار رخيصة. نعم هذا ما يحصل، وهنا هذه المراكز الأخطاء تطلع منها. نعم طيب. ليس في زراعة الأسنان، معظم التخصصات التركيبات اللي يسمونها العدسات اللاصقة، يا هول الأخطاء اللي ناتجة عنها، والمريض يكلفه 30,000 40,000 50,000 طبيب عام اللي يسويها. وإذا حصل في أي ضرر، مثلا نزف باللثة، رائحة في اللثة، انتفاخ شكل مزري، لا يتحمل الطبيب، يتحمل المريض. أنك ما اهتميت في أسنانك، لم تفرشي أسنانك، هكذا هي. فإحنا يعني أصبح شغلنا كتابة التقارير زي ما الدكتور ظافر قال. وين يروح المريض؟ فيلجأ للمستشفيات الحكومية لكتابة التقرير، فأصبحت أسماءنا على التقارير وختم المستشفيات على التقارير. على أخطاء، كلها أخطاء، كلها أخطاء طبية. طيب الموضوع إذا ترك بهذا الشكل دكتورة، ترك الحبل الغارب بهذه الصورة اللي قاعد نشوفها واللي أنت صورتيها، احنا مقبلين على كوارث في أخطاء طبية فيما يتعلق بالأسنان. نعم. طيب والحل؟ الحل هو زي ما ذكرت وذكر زميلي، المراقبة، المراقبة على الأطباء ما الذي يمارسونه، ويكون في أمانة عند أصحاب المراكز. يعني كل مريض يعتبر ما عنده أمانة، أصحاب مراكز تاجر يبغى فلوس، يعني خاصة حقيقة أطباء الأسنان يعني من وأنا بتكلم معاك على الأسعار المبالغ فيها. نعم. في مراكز طب الأسنان. نعم. عندنا بشكل مهول. نعم. يعني شيء يعني تستغربه، ما هو تجارة هي. نعم. ما هي بطب صار للأسف، للأسف. ولكن حتى في حالة إنه الأثمان غالي، إذا كان العلاج صحيح بعض الأحيان المريض يعني زي ما يقول يضحي، بس أسعار غالية وعلاج خطأ وطبيب مش متخصص، هنا المشكلة، اجتمعت كوارث، هنا المشكلة، 3 في 1 كله خطأ، والمريض هو الضحية في الآخر. حتى يقول لك مش مهم الفلوس، أهم شيء يكون أرتاح من الألم، أرتاح من العذاب، أرتاح من المنظر السيء، أعرف مثلا آكل، أعرف أضحك، كل هالمبالغ بالآخر أخطأ. الحين المشكلة في تصحيحها، التصحيح كارثة أكبر. هذه المراكز الطبيب لا يستطيع تصحيح الخطأ، فيلجأ لنا للتصحيح. زي ما ذكر زميلنا الدكتور ستحان، الترقيع أصعب من الزراعة نفسها، بعضها يحتاج إلى زراعة عظم من الفك، من الحوض، لبناء عظم مرة أخرى وإعادة الزراعة، يعني مرهق حتى علينا كأطباء. طيب دكتورة، الأخطاء هذه الطبية في مجال طب الأسنان واللي تجيكم وخلاك تتكلم بهالموضوع بكل صراحة، غالبيتها تجي من أطباء سعوديين ولا مقيمين؟ غير سعوديين. غير سعوديين. الغالبية من الأطباء غير السعوديين. عرب. نعم. من الجنسية اللي قلناها.
جميع الجنسيات، ليس هي جنسية، الإخوان الوافدين نسميهم الإخوان الأطباء الوافدين، معظم هما أطباء عاميين ليس لديهم تخصص ويعملوا في تخصصات دقيقة جدا وتحتاج إلى خبرة، دراسة، كفاءة، مهارة. طيب انت يعني عارفه في هيئة التخصصات الطبية انهم يدققون على شهادات اللي يعملون، نعم، في الجانب. نعم هم اطباء، دققوا على شهاداتهم، هم اطباء، ولكن كيف تمنع هذا الطبيب من ممارسة كل التخصصات؟ هو مرخص من الهيئة طبيب عام. هو مرخص طبيب عام، هذا الطبيب العام يعمل كل التخصصات من الى. طيب يعني دور الهيئة بس انت يعني في انهم يعني يعطون التصريح في البدايه والترخيص، تصريح طبيب عام، التصريح لا ياتي فيه ماذا تفعل، تصريح طبيب عام ممارسه طب الاسنان. وانت لما قلت انهم غير مؤهلين او غير مرخصين، غير مرخص انه يدخل في زراعه الاسنان او تخصص دقيق قصدك؟ هو غير مؤهل ليس كطبيب اسنان، هو غير مؤهل كطبيب جراحه لثه، غير مؤهل طبيب زراعه اسنان، سحب اعصاب وهكذا ينطبق. ولكن ما رايته في زراعه الاسنان الاخطاء تعدت الخيال، حتى تعدت الخيال. هذه كارثه يا دكتوره، يعني هذا إذا كمان تجاوزا يعني. طيب خليني في النقطة اللي ذكرها الدكتور ظافر، ليش عندنا تقليص قبول الأطباء السعوديين في البرامج يعني المتخصصة؟ أتكلم بخبرة، أني رئيسة برنامج الزمالة السعودية، أنا كل سنة نقبل 6 أطباء، 3 في جدة و3 في الرياض. ولا شيء يا دكتورة. نعم، ولكن أنت تحتاج لمدرب، أين العدد الكافي للأطباء لتدريبهم؟ في المركز احنا 2، انا وزميل لي بندرب الاطباء، اذا زاد العدد مين يغطي التدريب؟ التدريب تحتاج الى طبيب مؤهل يكون معاك يدربك، لم نصل الى درجه. طيب تعاونوا على مراكز عالميه يا دكتوره وخلوهم يروحون هناك، يعني على الاقل تقدير لما تكلمين 3 أو 6 في السنه، هذا ايش بيغطون؟ احنا نبي سعوديين يدخلون في هالمجال وسهلوا لهم. 6 أطباء سنويا، انا اتكلم في زراعه الاسنان، ايه؟ استشاري زراعة الأسنان. هالحين لتغطية المشكلة، ونتكلم عن مشكلة القطاع الخاص بزراعة الأسنان، قمنا بإنشاء برنامج دبلوم لزراعة الأسنان مدته سنة كاملة، 12 شهر دوام كامل من 8 إلى 5 يوميا، بدأت عندي في مستشفى العسكري وطرحت هذا البرنامج على جميع القطاعات خاص وعام لتدريب الأطباء سعودي وغير سعودي للقيام بحاجة المريض. نحن كسعوديين لا نستطيع القيام بحاجة المريض، فقمنا بعرض برامج في كل القطاعات. أنا بدأت هذا البرنامج والآن أوزعه على كل القطاعات لتدريب الأطباء على ممارسة، أتكلم عن تخصصي، ممارسة زراعة الأسنان، ولكن تخصص تدريب سنة كاملة تؤهل هذا الطبيب لعمل زراعة الأسنان بشكل آمن وسليم. شكرا لك دكتورة أروى علي السيد، رئيس لجنة ترخيص زراعة الأسنان في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. شكرا للدكتور ظافر القرني اللي كان طبيب الأسنان اللي كان معنا باتصال هاتفي، اللي نقول أنه يجب أن يلتفت لموضوع طب الأسنان عندنا بشكل عام، مراكز غير مؤهلة، مبالغ مرتفعة، وكفاءة سيئة. يعني في موضوع الرقابة يجب أن وزارة الصحة تفتح عيونها على مراكز طب الأسنان في العيادات الخاصة، ترى في كوارث وقصص كثيرة منسية ومسكوت عنها. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.